بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري. في حلقة من حلقات مادة الإحصاء، وزي ما عارفين إن شاء الله في الصف الثاني حضرتك هتدرس مادة اسمها مادة الإحصاء. المادة دي من المواد السهلة الجميلة جدا اللي هتلاقي معلومات تفيدك وهتحس إنها معاك في الحياة باستمرار. مادة الإحصاء من المواد السهلة الجميلة اللي إن شاء الله موجودة معاك في الصف الثاني جميع الشعب ما عدا شعبة التسويق، وبتبقى بداية إن شاء الله للصف الثالث، وفيها شغل كتير جدا جميل وسهل وهيعجب حضراتكم. نبتدي الأول نتكلم عن مادة الإحصاء ومعنى مادة الإحصاء وتعريف مادة الإحصاء والموضوعات اللي احنا هندرسها في مادة الإحصاء. زي ما قلنا إن مادة الإحصاء معاك في جميع الشعب في الصف الثاني التجاري ما عدا شعبة التسويق في سوق المال، التسويق وسوق المال. في شعبة التسويق وسوق المال ما عندناش إحصاء السنة دي، ولكن إن شاء الله تدرسها في الصف الثالث. نبدأ مع بعض جميع الشعب زي شعبة التأمينات، شعبة القانون، شعبة الإدارة. الإحصاء معاك من المواد الأساسية ومن المواد المهمة جدا جدا. مادة الإحصاء دي بتتكلم عن إيه؟ الإنسان أول ما ظهر على الأرض كل ما يشوف ظاهرة حواليه عايز يلاحظها ويسجل بيانات عنها، يبقى دايما الإنسان بطبعه شغوف بالتعلم وبالملاحظة، فأي حاجة بتحصل حواليك بتحاول تجمع عنها قدر من البيانات. ده كان بداية علم الإحصاء، يبقى دايما أي ظاهرة بتحصل حوالين الإنسان، يعني لو حضرتك بصيت للمطر، للرياح، لدرجة الحرارة، تبص تلاقي إن لها مواعيد معينة أو لها مثلا توقيتات معينة بتحصل فيها، فحضرتك بتحاول تجمع المعلومات دي علشان تشوف إيه اللي بيحصل فيها أو بتجمع قدر من المعلومات عنها. يبقى لما هنبدأ نشوف مع بعض النهاردة مادة الإحصاء للصف الثاني الثانوي التجاري. المادة دي أول حاجة عايزين نقولها علم الإحصاء يعني إيه؟ عايزين نعرف علم الإحصاء، وكمان هندرس حاجة جميلة جدا اسمها العرض الجدولي للبيانات الإحصائية. يبقى هنا أول حاجة عايزين نتكلم عن علم الإحصاء وعن العرض الجدولي للبيانات الإحصائية. طيب عندي المادة دي فيها ايه مثلا؟ المنهج بتاعنا ممكن نقابل فيه ايه؟ هنقابل حاجة اسمها مقاييس النزعة المركزية او المتوسطات، زي الوسط الحسابي وهنعرف معناه، والوسيط وهنعرف معناه، والمنوال، وبعدين نعمل علاقة بين المتوسطات الثلاثة دول. كل واحد من دول يا جماعة اسمه متوسط، يبقى اول متوسط عندنا في المتوسطات هو الوسط الحسابي. تاني حاجة عندي اللي هو الوسيط، تالت حاجة اللي هو المنوال. من خلال التلاتة دول، أو هنعمل علاقة بين المتوسطات التلاتة دي اسمها العلاقة بين المتوسطات، وبعدين هندرس حاجة اسمها الوسط الهندسي والوسط التوافق. دول المتوسطات الخمسة اللي عندي. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان عندي الموضوعات اللي هنقابلها الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال، الوسط الهندسي، والوسط التوافق. يبقى أول حاجة عايزين نقولها في تعريف علم الإحصاء والعرض الجدولي والبيانات للبيانات الإحصائية، عايزين نشوف أول حاجة مع بعض تعريف علم الإحصاء. بيقول لي هو مجموعة الأساليب التي تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. أول حاجة بنقول إيه؟ مجموعة أساليب تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية والاستفادة منها في التوصل إلى أحسن القرارات لحل المشاكل المختلفة. يبقى إيه هو علم الإحصاء تاني؟ بنقول مجموعة من الأساليب التي تهدف إلى التعامل مع البيانات العددية. عندك مجموعة بيانات عددية بتستخدم أساليب للتعامل مع البيانات دي، واقدر استفيد من هذه البيانات في التوصل الى احسن قرار لحل المشكلات المختلفه. ده كان تعريف علم الاحصاء. طيب من خلال التعريف
انا شفت كلمه البيانات الاحصائيه. يعني ايه بيانات احصائيه؟ قال لي البيانات الاحصائيه دي عباره عن قياسات يقوم الباحث بجمعها. زي ما قلت لك حضرتك لما بتلاحظ ظاهره معينه في الكون او بتتابع شيء معين، هنا دور حضرتك او اسم حضرتك باحث. يبقى الباحث هنا قاعد بيتابع شيء معين. يبقى هنا في الشخص المهتم بعلم الإحصاء أو الشخص المهتم بجمع بيانات عن شيء بنسميه الباحث. يبقى هنا عندي مجموعة أساليب، وعندي حضرتك لما بتتابع شيء معين بعينيك أو بتلاحظه أو بتجمع معلومات عنه اسمه أو اسم الشخص ده هنا اسمه الباحث. يبقى أنا بقول البيانات الإحصائية دي هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها. أي قياس أنت بتقوم بجمعه وتسجيله هنا أنت اسمك باحث وبتجمع القياسات ده. يبقى هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة في ظاهرة معينة، ولتكن مثلا ظاهرة الأمطار، ظاهرة الرياح. يبقى هنا الباحث بيجمع قياسات عن هذه الظاهرة، وعلى قدر توفر ودقة هذه القياسات بتتوقف دقة البحث ودقة النتائج. يبقى هنا كل ما تكون القياسات بتاعتك قياسات سليمة وقياسات دقيقة، بيكون البحث اللي حضرتك بتعمله بيكون بحث في دقة وفي نتائج دقيقة. يبقى هنا نقول تاني، ايه هي البيانات الإحصائية؟ هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها. يبقى في قياسات وفي باحث. الباحث ده بيعمل ايه؟ بيجمع قياسات عن هذه الظاهرة والتي يقوم بدراستها، وعلى قدر توفرها ودقتها تتوقف دقة البحث ودقة النتائج التي يتوصل إليها الباحث لاتخاذ القرار. يعني لو احنا عملنا دراسة عن فيروس كورونا وقدرنا نحصر الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا، وقدرنا نعمل تحليل دقيق لهذه الأعداد، بالتالي لما يبقى معايا أعداد صحيحة وأعداد سليمة هقدر أخد قرار سليم. يبقى متخذ القرار في وزارة الصحة عندنا يبتدي يقول أنا عندي الأعداد كذا، لو المعلومات اللي واصله له معلومات سليمة ومعلومات دقيقة هيبتدي يكون البحث اللي بيتعمل بحث سليم وبحث دقيق، وبالتالي استخلاص النتائج من هذا البحث هتكون نتائج دقيقة. يبقى لازم كويس أوي 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 يكون عندك نتائج دقيقة. بتيجي منين النتائج الدقيقة؟ من خلال المعلومات والبحث الدقيق لقياس هذه الظاهرة. يبقى لما نرجع تاني نقول البيانات الإحصائية، قلنا هي قياسات يقوم بجمعها مين؟ الباحث. قياسات يقوم بجمعها الباحث عن الظاهرة التي يقوم بدراستها، وعلى قدر توفر دقة هذه القياسات بيتوقف دقة البحث ودقة النتائج التي يتوصل إليها الباحث لاتخاذ القرار. كمان عندك في ممكن نقول نضرب مثال تاني، لو أنا عندي قياسات عن ظاهرة معينة مثلا، ولتكن أعمار لاعبي كرة القدم في مصر. لما تعمل بحث عن أعمار لاعبي كرة القدم في الأندية المصرية، بالتالي بتشوف لو جبت نتائج او قياسات سليمة من داخل الاندية، بتبتدي تتحط على قدام متخذ القرار بيبتدي ياخد قرار سليم بناء على هذه القياسات. لو جبت مثلا اعداد العاملين في القطاع الحكومي، لو في دراسة معينة او اي شيء الدولة عايزة تعمله وعايز يعرف اعداد العاملين او عدد السكان في الدولة، يبتدي الباحث يجمع أعداد من الميدان أو بأي طريقة من طرق جمع البيانات اللي هنشوفها، وكل ما كانت هذه الأعداد سليمة ودقيقة وتكون جاية بالظبط من الميدان، هتساعد إن البحث يكون النتائج بتاعته سليمة، ويكون متخذ القرار هيتخذ القرار بناء على هذا البحث، ويكون القرار ده قرار سليم إذا كانت النتائج دقيقة. يبقى احنا اتفقنا تاني إن موضوع البيانات الإحصائية ده أو تعريف البيانات الإحصائية لازم يكون دقيق جدا. في ايه؟ بنقول له هي القياسات التي يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها،
وعلى قدر توفر هذه المعلومات بتتوقف دقة البحث، وكمان بيتوقف اتخاذ القرار والنتائج المرجوة منه. يبقى لما نقول التعريف تاني، ايه هي البيانات الإحصائية؟ هي قياسات يقوم الباحث بجمعها عن الظاهرة التي يقوم بدراستها، وعلى قدر توفر ودقة هذه القياسات تتوفر أو تتوقف دقة البحث ودقة النتائج التي يتوصل إليها الباحث لاتخاذ القرار. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه بيانات إحصائية. باقي كمان ان اعرف ان البيانات الإحصائية ممكن تصنف حسب مصادرها الى بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. ايه الموضوع ده؟ تعالوا نشوفه بالتفصيل. عندي البيانات الإحصائية دي نوعين، في منها بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. يعني ايه كلمة تاريخية وكلمة ميدانية؟ تعالوا نشوف مع بعض كلمة تاريخية دي ايه المعنى او ايه المقصود بكلمة تاريخية. كلمة تاريخية يعني شيء تم اعداده مسبقا. يعني انا لما اجي اشوف اجمع بيانات مثلا عن المهتمين مثلا برياضة كرة القدم، او بعدد البطولات بتاعت نادي معين، ممكن لو دخلت على النت او دخلت على جوجل قمت كاتب عدد بطولات نادي مثلا او منتخب مصر، هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا هيبتدي يجيب لي معلومات ارشيفية عن البطولات اللي حصل عليها منتخب مصر. بالتالي هذه البيانات اسمها بيانات ايه؟ تاريخية، لانها موجودة قبل كده ومدونة قبل كده تاريخيا او في التاريخ السابق لينا، ونبتدي نقدر نجمع ممكن كتاب قديم نلاقي فيه بيانات تاريخية عن منتخب مصر، بيانات عدد بطولات منتخب مصر، يبقى دي اسمها بيانات ايه؟ تاريخية. يبقى البيانات التاريخية دي بتعتمد على مصادر تم جمعها من قبل، دي اسمها بيانات تاريخية. في حاجة تانية اسمها البيانات الميدانية. يعني ايه بيانات ميدانية؟ يعني انا لازم انزل بنفسي للميدان واجمعها من الميدان. يعني لما قلت لحضرتك عايز اعمل مثلا، طبعا بنهتم كلنا بصحة ولادنا في المدارس، فوزارة الصحة قالت احنا هنعمل تحليل لمدارس الجمهورية عشان نتأكد خلو المدارس من فيروس كورونا. ربنا ان شاء الله يعديه على خير وتكون مصر دايما بخير وسعادة. فهنا ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الاطباء ينزل وطاقم وزارة الصحة بينزلوا المدارس. هو نزل المدرسة بنفسه وابتدى يتعامل مع الطلاب بنفسه، يبقى دي اسمها بيانات ميدانية لانه نزل ميدان العمل. كذلك برضو المهتمين بالرياضة، واحد عايز يشوف مثلا تدريبات منتخب معين، فبينزل مع الناس يتفرج بنفسه ويشوف بنفسه ويبتدي ياخد يسجل البيانات دي ومعدلات الجري بتاع اللعيبة والكلام ده كله، فبينزل الميدان. يبقى دي اسمها بيانات ميدانية. يبقى احنا لما نرجع تاني لتصنيف البيانات الإحصائية، قلت البيانات الإحصائية بتصنف حسب مصادرها لبيانات تاريخية وبيانات ميدانية. البيانات التاريخية زي يا جماعة قلنا اي بيانات تم اعدادها مسبقا، ممكن اجيبها من بحث، ممكن اجيبها من كتاب، ممكن اجيبها من فيديو على اليوتيوب، ممكن اجيبها من مجلة، ممكن اجيبها من ارشيف بتاع ادارة معينة، يبقى دي اسمها كلها بيانات تاريخية بتكون معدة سلفا او مسبقا، وانا ببتدي ابحث واجيب هذه البيانات. زي لما نيجي نشوف معلومة تاريخية عن الفراعنة، لو انا بعمل مثلا بحث عن الفراعنة وعايز اشوف عدد الاسر او عدد مش مثلا الحضارات او عدد الاهرامات، فببتدي ابحث واجيب بيانات تاريخية. اما لو عايز اعمل حاجة بتكون خاصة بالواقع بتاعنا او اقدر انزل الميدان واجمعها، بتكون اسمها بيانات ميدانية. يبقى ممكن يجي لك سؤال في الجزئية دي يقول لك تنقسم البيانات الاحصائية حسب مصادرها الى نقط ونقط. نقول تاني السؤال، اللي عايز يكتب معانا بيقول لي تنقسم البيانات الاحصائية او تصنف البيانات الاحصائية حسب مصادرها الى بيانات نقط وبيانات نقط، فبقول له بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. دي كده كان تصنيف البيانات الإحصائية بتصنف حسب مصادرها إلى بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. طيب
عندنا كمان البيانات الإحصائية ممكن نصنفها حسب نوعها. يبقى حضرتك اتفقت معايا ان انا صنفتها حسب مصادرها انها بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. المصدر اللي انا جبت منه يا ترى هو مصدر تاريخي ولا مصدر ميداني؟ يبقى اتفقنا مع بعض تصنف البيانات الإحصائية حسب مصادرها إلى بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. طيب حسب نوعها بقى، لو أنا عاوز أصنف هذه البيانات حسب نوعها، قلت لي حسب النوع يبقى لازم أصنفها لبيانات كيفية وبيانات كمية. يعني إيه كيفية وكمية؟ تعالوا نشوف. لو أنا عندي البيانات الكيفية أو الوصفية، إن أنا بوصف شيء أو بكيف أو بأوصف شيء معين، زي إيه؟ طويل، قصير، تخين، رفيع، جيد، مقبول، ممتاز، دي اسمها وصف. حضرتك بتوصف حالة شيء، يبقى هنا الوصف ده اسمه بيانات كيفية أو وصفية. يبقى هنا لما تيجي توصف شيء أو تحدد وصف شيء معين، بتقول له إن دي اسمها بيانات كيفية، لأنك حضرتك بتهتم بالكيف بتاعها، طريقة الوصف بتاعتها إيه. أما تيجي مثلا تقول لي تقديرات طالب في مادة الإحصاء، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تدخلوا الجامعة ويبتدي تشوف تقديراتك في مادة الإحصاء. مثلا مادة الإحصاء بتاعتك تقول لي آه في طالب جايب امتياز، وطالب جايب جيد جدا، وطالب جايب مقبول أو جيد، وطالب جايب مقبول، وطالب جايب كذا. يبقى أنت بتوصف التقدير بتاع الشخص ده. أو لو بتوصف أطوال لعيبة كرة القدم، بتقولي من كذا لكذا يعتبر طويل، يبقى أنت كده بتوصف شخص بأنه طويل، أو شخص تاني بأنه قصير القامة. أو لو بتعمل مثلا بحث عن موضوع السمنة والنحافة، قدرت توصف شخص بأنه نحيف، أو شخص تاني بأنه متوسط، وشخص تالت بأنه سمين أو تخين شوية. يبقى حضرتك بتتكلم في إيه؟ في الوصف. يبقى هنا انت بتوصف ظاهرة معينة، يبقى شغلك هنا بيسمى بيانات كيفية او بيانات وصفية. يبقى احنا اتفقنا ان تصنف البيانات الإحصائية حسب نوعها الى بيانات كيفية او زي ما بنسميها وصفية، او ممكن تصنفها تاني لبيانات كمية او عددية. يبقى الاولى بتوصف الكيف والتانية بتوصف الكم. يعني ايه كمية او عددية؟ زي ما اقول لحضرتك درجاتك في الصف الاول التجاري، قلت لي انا كنت جايب مثلا في مادة المحاسبة 48 من 50. حضرتك هنا قلت ايه؟ قلت لي 48، وده عدد، يبقى هنا اسمها بيانات عددية، علشان حضرتك قلت عدد. كلمة 48 او العدد 48 في لغة الإحصاء يسمى بيانات عددية. طالب تاني جاب 45، يبقى دي اسمها بيانات عددية. يبقى في فرق بين إني أصنف البيانات الإحصائية حسب مصادرها، قلت بيانات تاريخية وبيانات ميدانية. برافو عليك، مركزين معايا. أما لو هصنف البيانات الإحصائية حسب نوعها، هقول له بيانات كيفية اللي هي بنسميها وصفية، زي ما قلنا مقبول وجيد والكلام ده كله، أو بيانات كمية اللي هي بنسميها عددية، اللي هي 48 40 50 35، يبقى دي اسمها بيانات عددية. يبقى هنا ممكن يجيني سؤال في الجزئية دي يقول لي تصنف البيانات الإحصائية حسب مصادرها إلى بيانات نقط ونقط. قلنا حسب المصادر كانت بيانات تاريخية وبيانات ميدانية، أما حسب النوع كانت بيانات كيفية اللي هي الوصفية، وبيانات كمية اللي هي العددية. طيب بعد كده دخلنا في موضوع مهم جدا اللي هو طرق جمع البيانات. إزاي أجمع البيانات دي؟ علشان أدخل في طرق جمع البيانات لازم أتعرف على شيء اسمه الاستمارة الإحصائية. اسمه إيه؟ الاستمارة الإحصائية. يعني إيه استمارة إحصائية؟ بقول له هي قائمة بتشمل جميع الأسئلة التي تعطي إجابتها
جميع هذه البيانات. يبقى انا عايز اجمع بيانات، هجمعها في صورة ايه؟ بطرح اسئلة، ومن خلال هذه الاسئلة واجاباتها هبتدي اجمع هذه البيانات المطلوبة، وتكون من تصميم الباحث. يبقى انا عندي الباحث سين هو اللي هيصمم استمارته، والباحث صاد هيصمم استمارة مختلفة، والباحث عين هيصمم استمارة ثالثة. يبقى انا هنا يا جماعة الاستمارة الاحصائية دي بتكون من تصميم الباحث نفسه، يبقى كل باحث ليه فكرة خاصة بيه هو بيصمم بيها الاستمارة الإحصائية. ممكن حضرتك تصمم استمارة بأسلوبك، وتلاقي باحث تاني زميلك بيصمم استمارة بأسلوب تاني، وكل واحد فيكو هدفه يخدم نفسه بجمع المعلومات بطريقته المفضلة. يبقى اتفقنا ان الاستمارة الإحصائية دي عبارة عن ايه؟ قائمة. قائمة بتشمل مجموعة من الأسئلة، أو أنت بتطرح مجموعة من الأسئلة وبتبتدي تستنى إجابات هذه الأسئلة. الإجابات دي بتجمع لك المعلومات اللي حضرتك محتاجها. يبقى أنا بسأل أو بحط مجموعة من الأسئلة والمعايير، ومن خلال إجابة هذه الأسئلة بجمع بيانات أنا محتاجها من خلال طرح هذه الأسئلة وانتظار إجابات. الإجابات دي لما بتتجاوب أو لما الناس بتجاوب لي عليها ببتدي أجمع المعلومات وأسجلها فين؟ في القائمة اللي معايا، واتفقنا إن القائمة دي بتكون من تصميم الباحث نفسه، يبقى مفيش شكل معين للقائمة الإحصائية أو للاستمارة الإحصائية، لأ أنت بتصمم شكل معين للاستمارة بتاع حضرتك وتبتدي تجمع فيها البيانات من خلال طرح الأسئلة. يبقى اتفقنا تاني ايه هي الاستمارة الإحصائية؟ تعال نشوفها. تعريف الاستمارة الإحصائية هي قائمة تشمل جميع الأسئلة اللي من خلال إجابات هذه الأسئلة بنجمع بيانات مطلوبة عن الظاهرة اللي احنا عايزينها، ودايما الاستمارة بتكون من تصميم الباحث. التعريف تاني هو معانا على الشاشة بيقول لي تعريف الاستمارة الإحصائية. الاستمارة الإحصائية هي قائمة تشمل جميع الأسئلة التي إجابتها تعطي جميع البيانات المطلوبة وتكون من تصميم الباحث. دي كانت تعريف الاستمارة الإحصائية. طيب أساليب جمع البيانات عندي، الحقيقة في أساليب جمع البيانات لو أنا كلفت حضرتك بجمع بيانات من الميدان هتلاقي نفسك عندك أسلوبين، فيهم اسلوب اسمه اسلوب الحاصل الشامل، واسلوب تاني اسمه اسلوب المعاينة او العينات. يعني ايه الكلام ده؟ هتلاقي اسلوب الحاصل الشامل لو انا عايز اتأكد من عدد الحضور في مدارس جمهورية مصر العربية، قمت جايب كل الطلبة اللي في المدرسة واخد لهم الغياب، واخد غياب كل الطلبة اللي في المدرسة، كل طالب موجود في الفصل اللي هو الرائد بتاع الفصل او المسؤول عن الغياب بيبتدي ياخد غياب الفصل بتاعه بدقة وبطريقة سليمة، والفصل الثاني كذلك، والفصل الثالث كذلك، وفي الاخر جمعنا المدرسة، وفي اخر المطاف جمعنا مدارس مصر كلها وخدت الغياب بتاع مدارس مصر كلها. ايه اللي حصل هنا؟ حضرتك عملت حاجة اسمها الحصر الشامل. يعني ايه حصر شامل؟ درست جميع مفردات المجتمع محل الدراسة. يبقى خد بالك الحصر الشامل معناه ايه؟ يقوم الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة. يبقى هنا في الحالة دي كل مفردات المجتمع، مفردات المجتمع او المجتمع بتاعنا في الحالة دي كان هو طلبة المدارس التجارية. يبقى لما انا حبيت اخد غياب او اعرف غياب طلبة المدارس التجارية درست جميع المفردات، كل الطلبة اللي موجودين في المدارس في مصر كلها قمت عامل لهم دراسة وعرفت ان كل الطلبة كان مثلا لو الطلبة مثلا 100,000 كان غايب منهم النهاردة 1,000 طالب، يبقى حضرتك عرفت ان نسبة الغياب 1 من 100. هنا ايه اللي هيحصل ايه؟ هتقولك بمنتهى البساطة دراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة. حضرتك عملت حصر شامل. عندي مدرس تاني عايز يعرف مستوى الطلبة في مادة الإحصاء في الفصل بتاعه. عمل إيه؟ قام عامل امتحان تجريبي كده وامتحن جميع الطلبة والطالبات اللي في الفصول بتاعته.
جميع الطلبة امتحانهم كلهم، ما سابش ولا واحد، يبقى دي اسمها اسلوب الحصر الشامل. خد بالك انت عملت ايه؟ خدت كل الطلبة، عملت حصر شامل لجميع الطلبة اللي عند حضرتك. يبقى ايه هو اسلوب الحصر الشامل؟ هو دراسة او يقوم فيه الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع محل الدراسة، ما سابش ولا مفردة، يبقى ده اسمه حصر شامل. عندي اسلوب تاني اسمه اسلوب المعاينة. لو احنا مثلا بنعمل دراسة معينة، مش هقدر احقق الدراسة دي على جميع مفردات المجتمع، وليكن مثلا زي تحليل كورونا. قمت داخل على مدرسة واخد عينة معينة من الطلبة، دخلت المدرسة كده عندي 1000 طالب في هذه المدرسة، قلت أنا هختار 100 طالب من المدرسة دي، هختار 100 طالب. خدت ال100 طالب دول، عملت لهم التحليل ده، وهبتدي أقيم أو أعمم نتيجة التحليل على المدرسة كلها. ليه؟ لأن مش هقدر أخد العدد ده كله مرة واحدة. يبقى أنت خدت عينة أو جزء من المجتمع محل الدراسة. تاني، يعني لو أنا عايز أقول إيه؟ عاوز أعمل دراسة معينة، ولتكن مثلا مسابقة أوائل طلبة. مش هقدر أعمل مسابقة أوائل طلبة للجمهورية كلها. فبنعمل إيه؟ بنشوف اللي عنده استعداد يتقدم لأوائل الطلبة، المدرسة 1000 اتقدم منها مثلا 50 طالب. بناخد ال50 طالب دول ونقدم بيهم في مسابقة أوائل الطلبة، ومن خلال ال50 طالب بنبتدي نقول إن المدرسة دي مستواها كذا، أو اللي فاز في مسابقة الطلبة مدرسة كذا. يبقى هنا إيه هي العينة؟ هي أن يقوم الباحث بدراسة جزء من المجتمع محل الدراسة. دراسة جزء من المجتمع محل الدراسة، زي بتشوف كده في ماتشات كرة القدم أو كرة السلة أو أي رياضة، يعمل تحليل المنشطات في البطولات الكبيرة كمان، وفي الدوري العام دلوقتي موجود بيعمل تحليل اسمه تحليل المنشطات. طبعا ممنوع إن لاعب كرة أو لاعب رياضة ياخد منشطات علشان مبدأ تكافؤ الفرص. يبتدي يعمل إيه؟ يقول إحنا هناخد من الفرقة دي 2 عشوائية، عندي الفريق مقدم قائمة فيها 22 لاعب أو 25 لاعب، بقول لهم احنا ناخد 2 من الفرقه دي. خدت 2 بس من اصل كام؟ ال 25 لاعب. ايه اللي حصل هنا؟ انا خدت جزء من المجتمع، المجتمع كله كان 25 لاعب، قمت واخد منهم كام لاعب؟ 2. هنا انت خدت جزء من المجتمع، وبالتالي حللت التحليل المنشطات ده، وقلت ان هذا الفريق خالي من المنشطات بناء عن العينه العشوائيه اللي حضرتك اخترتها. يبقى هنا ايه هو اسلوب العينه او المعينه؟ المعينه او العينه هو أن يقوم الباحث بدراسة جزء معين من المجتمع محل الدراسة، وتعميم الدراسة على المجتمع كله. أما الحصر الشامل، بيقوم الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع. يبقى في تحليل المنشطات خد جزء، أما في تحليل كورونا خد الفرقة كلها. يبقى في فرق بين الحصر الشامل وبين المعاينة أو العينة. نرجع كمان بقى نشوف كده، ممكن كمان السؤال يجيني إزاي؟ يقول لي من أساليب جمع البيانات نقط، أو تنقسم أساليب جمع البيانات إلى نقط ونقط. اتفقنا أن أساليب جمع البيانات أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينات أو المعاينة. نرجع نشوف كمان تعريف المجتمع. لو خدتوا بالكم في تعريف الحصر الشامل وتعريف المعاينة، إحنا قلنا كتير جدا كلمة المجتمع. المجتمع محل الدراسة، المجتمع محل الدراسة، المجتمع، المجتمع. ايه قصة المجتمع دي او ايه تعريف المجتمع؟ المجتمع هو مجموع كل المفردات، كل المفردات اللي عند حضرتك التي يهتم بها موضوع الدراسة او البحث. يعني لما قلنا ان انا بعمل تحليل منشطات لفرقة، والفرقة دي كان قوامها 25، يبقى كده المجتمع بتاعي 25 لاعب او 25 مفردة. يبقى ايه هو المجتمع تاني؟ هو مجموع كل المفردات التي يهتم بها موضوع الدراسة أو البحث. وقد يكون المجتمع أشخاص أو أشياء أو أي حاجة تانية. يعني ممكن حضرتك تكون بتعمل بحث على القطط،
يبقى المجتمع بتاعك عن القطط. دكتور طبيب بيطري بيعمل بحث عن القطط او عن اي حيوان تاني، يبقى المجتمع هنا يكون مجتمع في بعض الحيوانات، او مثلا باحث في مجال الحاسب الآلي بيعمل بحث عن ماذر بورد معين او عن ماوس معين في مجال الحاسب الآلي، فهنا المجتمع بتاعه مجتمع اشياء موجودات. لو اللي بيعمل البحث طبيب بشري فبيكون المجتمع بتاعه مجتمع من البشر او مجتمع من الانسان. يبقى هنا كلمة المجتمع هو مجموع كل المفردات التي يهتم بها الباحث او موضوع الدراسة. عندي كلمة العينة، كلمة العينة زي ما شفنا كلمة المجتمع وعرفنا معناها، عاوزين نعرف معنى كلمة العينة. معنى كلمة العينة عندي هي جزء يتم اختياره من مفردات المجتمع. يبقى اتفقنا ان العينة دي جزء من مفردات المجتمع، يبقى ليس المجتمع كله، مش كل المفردات. يبقى العينة هي جزء بيتم اختياره من المجتمع محل الدراسة ليمثل المجتمع في الحالات التي يصعب فيها دراسة المجتمع ككل. زي ما اتفقنا ان بعض الحالات بيكون صعب عليا جدا ان انا امثل المجتمع كله او اعمل حصر شامل للمجتمع كله، فانا عايز اعرف مستوى عدد من الطلبة. يعني حضرتك لو في موجه داخلك الفصل ومعاد الزيارة بتاعته ساعة مثلا للفصل بتاعك، صعب جدا انه يقدر يسأل الفصل كله، ولو الفصل عندي مثلا 40 طالب صعب جدا انه يمسك طالب طالب ويسأله في الاحصاء ويدي ده سؤال ويستناه ويدي ده سؤال، هو عنده فصول تانية عايز يشوف مستواه، فهيعمل ايه؟ يبتدي يختار 5 من ال40 دول عشوائيا، اتفضل اقف معايا حضرتك ونسألك سؤال، واتفضل حضرتك نسألك سؤال، وانت كمان نسألك سؤال، ومن خلال الخمسة اللي اختارهم دول يبتدي يحكم على مستوى الفصل بالكامل. يبقى كلمة عينة هي جزء من مفردات المجتمع التي تهتم به الدراسة أو يهتم به البحث. نشوف كده تعريف العينة تاني وتعريف المجتمع. بنقول له المجتمع الأول هو هو مجموع كل المفردات التي يهتم بها موضوع الدراسة أو البحث، واتفقنا كمان إن العينة هي جزء بيتم اختياره من المجتمع محل الدراسة. يبقى العينة جزء، أما المجتمع مجموع كل المفردات. يبقى العينة هي جزء بيتم اختياره من المجتمع محل الدراسة ليمثل هذا المجتمع في الحالات اللي بيصعب فيها دراسة المجتمع ككل. طيب عندي كمان من الحاجات المهمة جدا، لما قلنا تعريف أسلوب الحصر الشامل ممكن تيجي لك في صورة سؤال يقول لي نقط يقوم فيه الباحث بدراسة جميع مفردات المجتمع. خلاص وانا مغمض عرفت ان ده اسلوب الحصر الشامل. ايه اللي خلاك قلت لي الحصر الشامل؟ ايوه قلت لي جميع مفردات المجتمع. يبقى الباحث لو قام بدراسة جميع مفردات المجتمع يبقى كده بيتكلم في اسلوب الحصر الشامل. طيب اسلوب العينة او المعينة، يقوم الباحث بدراسة جزء من المجتمع محل الدراسة ليمثل المجتمع ككل. طيب عندي كمان حاجة جميلة وسهلة جدا اللي هي ايه؟ بيقول لي طرق جمع البيانات. يا جماعة طرق جمع البيانات ده من الموضوعات السهلة اللي نقدر نقولها مع بعض. طرق جمع البيانات دي عبارة عن ايه؟ ممكن اجمع البيانات بأكتر من طريقة. يعني لو أنا كلفت حضرتك بجمع بيانات عن موضوع معين، تقدر تجمع البيانات دي بأكتر من طريقة في شغلك، زي المشاهدة. يعني أنا ممكن أجمع بيانات عن طريق المشاهدة، أنزل وأشوف بعيني وألاحظ وأشاهد وأدون اللي أنا شاهدته ده، كده أنا جمعت البيانات بتاعتي. دخلت فصل عند حضرتك، الفصل شفت إن 10 طلاب كانوا جايبين الدرجات النهائية في الإحصاء، قمت كاتب عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية عددهم 10. قلت 20 طالب نقصوا درجتين 2، يبقى عدد الطلاب الذين حصلوا على 48 درجة أو مجموع 48 درجة عددهم 20 طالب. يبقى أنا بشاهد وبعمل إيه؟ وبدون أو بسجل.
يبقى أول طريقة من طرق جمع البيانات اللي هي المشاهدة. تاني طريقة من طرق جمع البيانات المقابلة، إن حضرتك أعمل لقاء معاك وأبتدي أقابلك وأسألك وتجاوبني وأجمع من خلال هذه المقابلة البيانات اللي أنا عايزها. تالت طريقة اسمها المراسلة بالبريد، أبعت لك جواب في البريد، والطريقة دي اسمها المراسلة بالبريد، وبتاخد وقت شوية علشان طبعا بننتظر الرد والكلام ده كله. الطريقة الأسهل من المراسلة بالبريد اللي هي الاتصال التليفوني، زي ما ممكن كده شركة من شركات المحمول تتصل بيك تسألك عن مستوى الخدمة أو رضاك عن مستوى الخدمة بتاعتهم، أو عن تجمع منك بيانات عن الخط بتاعك، يبقى دي طرق جمع البيانات بيكون عن طريق التليفون. عندي كمان من طرق جمع البيانات الصحف والمجلات، يعني ممكن حد بيعمل بحث في مجال معين وليكن مجال الرياضة مجال الفن، فيبتدي يستعين بصحف ومجلات قديمة، يجيب جورنال الأخبار جورنال الأهرام جورنال الجمهورية، ويفتح صفحة الفن ويجمع منها أو ياخد من المقالات الفنية دي ويبتدي يجمع بيانات عن الموضوع الفني اللي هو بيعمله، أو لو بيجمع بيانات عن موضوع رياضي بيفتح صفحات الرياضة ويبتدي ياخد منها بيانات ومعلومات عن موضوع الرياضة. كذلك المجلات، بيجيب مجلات متخصصة في هذا المجال ويجمع منها بيانات. وآخر طريقة لجمع البيانات وأهمهم على الإطلاق في الوقت الحالي، طبقا أو وفقا لقفزات التكنولوجيا والعلم الحديث طبعا، اللي هي الإنترنت. معظمنا دلوقتي على طول اسأل جوجل، الإنترنت أي معلومة عايز تعرفها بتخش تبحث عنها في الإنترنت. يبقى طرق من طرق جمع البيانات الإنترنت، أو نقولهم تاني نستعرض طرق جمع البيانات مع بعض مرة تانية. قلت لي طرق جمع البيانات زي المشاهدة، المقابلة، المراسلة بالبريد، التليفون، الصحف والمجلات، والإنترنت. تعالوا نشوف طريقة كده ونعرف التعريف بتاعها، أو طريقة جمع البيانات بالمشاهدة مثلا. احنا اتفقنا ان المشاهدة عبارة عن ايه؟ انا عايز اجمع بيانات. لما بتشوف كده مثلا، لو انت عايز تجمع بيانات عن شيء بتحب تلاحظه الاول كده وتشاهده بعينيك وتبتدي تكمل البيانات بتاعتك من خلال المشاهدة، يبقى دي اول طريقة لجمع البيانات اللي هي اسمها المشاهدة. ايه هي المشاهدة دي او بتكون ازاي؟ وتكون المشاهدة بالنظر الى الاشياء التي يمكن ملاحظتها بالعين او بغيرها من الحواس. ممكن اسمع حاجات معينة وابتدي، دي برضو تعتبر من طرق المشاهدة، لان المشاهدة بتكون المفروض انها بالعين، بس اوقات بنلاحظ حاجات تانية زي المزيكا او زي مثلا سماع اشياء تانية بالاذن، او بنلاحظها عن طريق السمع. يبقى المشاهدة دي عبارة عن ايه؟ بتكون المشاهدة بالنظر الى الاشياء التي يمكن ملاحظتها بالعين او بغيرها من الحواس. دي اول طريقة من طرق جمع البيانات. عندي كمان اقدر اجمع البيانات عن طريق المقابلة. يعني ايه مقابلة؟ والمقابلة دي من افضل طرق جمع البيانات. المقابلة بتكون من افضل طرق جمع البيانات. ليه؟ لانها بتعتمد على الميدان وبتتسم بالدقة. يبقى دايما دايما لما تقابل حد وتاخد منه المعلومة مباشرة، غير لما تسمع من شخص عن شخص عن شخص. يبقى دايما بقول المقابلة من افضل طرق جمع البيانات، لانها بتتسم بالدقة وبتكون من الطرق الميدانية. انا بنزل الميدان واشوف بعيني وقابل حضرتك بنفسي واعرف ايه اللي بيدور بالظبط، واخد المعلومه من مصدرها الرئيسي، فبتتسم هذه الطريقه بالدقه اللي هي طريقه المقابله. عندي كمان طريقه اسمها المراسله بالبريد. خد بالك في طريقه المراسله بالبريد دي من الطرق السهله الجميله، وهي اقل تكلفه من طريقه المقابله. ليه؟ انا ببعت جواب وبستنى، وتكلفته بتكون قليله جدا، ولكن يعاب على طريقة المراسلة بالبريد ان نسبة كبيرة من المبحوثين، يعني ايه المبحوثين؟ افراد المجتمع محل الدراسة، الاشخاص اللي انا بعمل عليهم البحث،
في الغالب بيكسل يرد عليا فما بيبعتليش الرد، فهي طريقة يمكن قديمة شوية ولكن مميزاتها التكلفة القليلة، وعيوبها إن نسبة كبيرة من اللي بتبعت لهم الجواب ده يعني ما بيهتمش كتير بالرد، فمش دايما بتجيب نتائج دقيقة، لأن نسبة كتيرة من المبحوثين اللي هم الأفراد محل البحث أو الدراسة لا يهتمون بالرد. يعني لو بعت جواب لكل طالب في المدرسة عشان لولي أمر كل طالب في المدرسة علشان مثلا تقول له نسبة رضاه عن المدرسة، في اللي هيرد وفي هيقول لك طب أنا مش فاضي والكلام ده كله. فإيه اللي بيحصل؟ المراسلة بالبريد دي بتكون مميزاتها أنها طريقة بتتميز بقلة التكلفة، ولكن عيوبها نسبة كبيرة من أفراد المجتمع محل الدراسة اللي بنسميهم المبحوثين لا يهتمون بالرد. طيب عندي من الطرق برضو اللي هي التليفون. التليفون في العصر الحديث بقى شيء أساسي جدا ومهم جدا في كل وسائل الاتصال، وهذه الطريقة بتتميز دائما بالسرعة. أسرع شيء في الدنيا إنك تمسك التليفون وتتصل بحد، سريعة جدا بتجمع المعلومة في لحظات. يبقى طريقة التليفون من مزايا هذه الطريقة السرعة. التليفون لما استخدم التليفون في جمع البيانات بتصل بشخص، بيتميز بالإيه؟ بالسرعة وقلة التكلفة. ولكن من عيوبها أنها لا تصلح لمن ليس لديهم تليفون. في بعض الناس ويعني طبعا قليلين يعني مش كتير دلوقتي، ان هم مثلا ساكن في منطقة ما فيهاش شبكة، او هو ما مش بيحب يتعامل مع التليفون كتير، او ما عندهوش تليفون، فعيوب هذه الطريقة لا تصلح مع الفئات الذين ليس لديهم تليفون. يبقى من مزايا طريقة التليفون لجمع البيانات انها طريقة سريعة وتكلفتها قليلة، وعيوبها انها لا تصلح لمن ليس لديهم تليفون. عندي كمان طريقة جمع البيانات عن طريق الصحف والمجلات والإذاعة. هنا ايه اللي بيحصل؟ لو انا عايز اجمع بيانات ممكن انشر اسئلة في الصحف والمجلات او الراديو او التلفزيون، وبطلب اجابات الجمهور على هذه الأسئلة، ومن خلال اجابات هذه من خلال هذه الاجابات بقدر اجمع المعلومات عن الموضوع اللي انا عاوزه. يعني مثلا لو قلنا عايزين السنه دي نشوف احسن لاعب في الدوري المصري، ابتديت اعمل استبيان او السؤال ده في الصحف وابعتوا لنا على الرقم كذا، وطبعا كل الجمهور بيبتدي يبعت اسم اللاعب اللي هو شايفه احسن لاعب في الدوري السنه دي، وبناء على هذه البيانات بيتم اختيار اللاعب ان هو يكون افضل لاعب في الدوري المصري، ومن خلال طبعا اراء النقاد والمحللين. يبقى دي طريقة اسمها طريقة الصحف والمجلات الاذاعة، بنطرح بعض الاسئلة والناس الجمهور يبتدي يجاوب عليها، ومن خلال الاجابات بجمع بيانات عن الموضوع محل الدراسة. عندي كمان طريقة شبكة المعلومات الدولية او الانترنت. الانترنت هنا اصبح من الحاجات يعني الغاية في السهولة وفي الدقة، او بنقول اسهل طريقة واسرع طريقة حاليا، اللي هي شبكة المعلومات الدولية الانترنت. من خلال الابحاث والمقالات اللي منشورة والفيديوهات الموجودة على اليوتيوب وعلى شبكة الانترنت بقدر اجمع معلومات عن اي موضوع انا عاوز اوصله. اي موضوع عايز توصله دلوقتي، لو حضرتك مهتم بفنون، برياضة، بطبخ، باي شيء، هتخش تكتب على جوجل او على اليوتيوب ويجيب لك المعلومات كلها، وتبتدي تجمع المعلومات من شبكة الانترنت. عندي كمان بقى طريقة العرض الجدولي والبياني للبيانات الإحصائية. بعد ما جمعت البيانات خلاص، قدرت أجمع مجموعة من البيانات، بنظمها ولخصها في جداول. ليه؟ عشان أقدر أسهل فهمها تمهيدا لتحليلها لاستخلاص النتائج. خلاص أنا جمعت كل المعلومات والبيانات اللي أنا عايزها بأي طريقة من طرق جمع البيانات اللي خدناها، سواء المشاهدة، المقابلة، التليفون، المراسلة بالبريد، الإنترنت، الصحف والمجلات، جمعت البيانات دي كلها وكتبتها في ورق. اخد بقى البيانات دي احطها في صوره جداول، اجمعها في جداول. والله انا عندي مثلا اعمار اللعيبه
في الدوري المصري من 18 ل 20 عندي 1000 لاعب مثلا في كل الدوريات، اعمار اللعيبه من 20 ل 25 وليكن مثلا كذا، اعمار اللعيبه من 25 وليكن كذا، يبقى انا جمعت الكلام ده في صوره جداول. ابتديت ادرس المدارس التجاريه، عدد الطلاب في الصف الاول من خلال البيانات والاحصاءات اللي جات لي، عدد الطلاب الصف الاول في المدارس التجاريه لعام 21 وليكن 100,000 طالب، عدد طلاب الصف الثاني وليكن 150,000 طالب، عدد طلاب الصف الثالث وليكن 200,000 طالب. يبقى من خلال البيانات دي اللي انا جمعتها عايز احطها في صوره جداول. ليه؟ علشان تسهل عليا موضوع استخلاص النتائج. يبقى ايه هو العرض الجدولي والبياني للبيانات الاحصائيه؟ هقول له بعد تجميع البيانات اللي خلاص احنا جمعناها يتم تنظيمها وتلخيصها. بنظم كل البيانات اللي جمعتها والخصها في صوره جداول. ليه بقى حاططها في جداول؟ حتى يسهل فهمها تمهيدا لتحليلها لاستخلاص النتائج. طيب لما نيجي نشوف مع بعض ايه شكل جداول التوزيعات التكراريه؟ قال لي عندي نوعين من الجداول، في جداول بسيطه وجداول مزدوجه. يبقى انواع الجداول التوزيعات التكراريه نوعين، جداول تكراريه بسيطه وجداول تكراريه مزدوجه. طب خد بالك معايا ان الجداول التكراريه البسيطه بتنقسم لجداول منتظمه وجداول غير منتظمه، وكمان ممكن تنقسم لجداول مفتوحه وجداول متجمعه. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف. يعني ايه جدول منتظم؟ اطوال الفئات فيه متساويه، يبقى كل فئه عندي لها بدايه ولها نهايه ولها طول. لما تشوف كلمه فئه اللي هي اختصار كلمه فئه اللي عند حضرتك، هتقول لي الفئة الأولى بدأ من 10 إلى 20 أو إلى أقل من 20، يبقى طول الفئة دي كام؟ 10. والفئة الثانية من 10 إلى 30 طولها 10، والفئة الثالثة من 30 إلى 40 طولها 10. لو تلاحظ أنا سايب لك الفئة الأخيرة من غير نهاية، تقول لي عشان أنا خلاص عرفتها ده جدول ماشي بانتظام، يبقى الفئة الأخيرة هتزيد هي كمان 10 تبقى من 40 إلى 50. يبقى الجدول المنتظم بيكون فيه أطوال الفئات متساوية، أما الجدول الغير منتظم بيكون فيه أطوال الفئات غير متساوية. زي ما أنت شايف من 10 إلى 15 زادت 5، وبعدين من 15 إلى 30 بقت 15، ومن 30 إلى 50 بقت 20، والفئة الأخيرة من 50 إلى 60 طولها 10. إيه اللي حصل هنا؟ جداول غير منتظمة، لازم أدي لك نهاية الفئة الأخيرة لأن أنت هتمشي على إيه ولا إيه، لازم تكون محددة. والجداول المفتوحة بتنقسم لجداول مفتوحة من أسفل، يعني غير معروف بداية الفئة الأولى زي ما أنت شايف أقل من 10، يعني سايبها مفتوحة، أو غير معروف نهاية الفئة الأخيرة زي 40 فأكثر، أو مفتوح من الطرفين. والكلام ده عايزين نشوفه بقى في صورة جميلة جدا، مثال في دقيقة واحدة مع بعض. جايب لي مجموعة من هوايات بعض الطلاب، 25 طالب، جمعنا هواياتهم، لقيت ان الرسم الرياضة اللي مكتوبة بالابيض اهي، عد كده معايا الرياضة، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى لما اجي اعمل جدول اقول له ان الرياضة اللي عندي مجموع الرياضة كان 7. طب نرجع تاني للتمرين واشوف الرسم اللي مكتوب بالاحمر قدام حضرتك كده، عد لي كده كام واحدة في الرسم، عد معايا 1 2 3 4 5 6. يبقى بالتالي هروح للتمرين في الجدول بتاعي واقول له الرسم كان واخد 6. بعد كده رحنا للقراءة، اعد القراءة 1 2 3 4 5، لقيت ان القراءة كانت واخدة العدد 5، والشعر كان واخد العدد 3، والغناء كان واخد العدد 4. يبقى انا من خلال البيانات اللي انا كنت عارضها لحضرتك دهيت، وانا يعني حاطط كل هوايه بلون علشان تسهل عليك اهو في العدد على الشاشه، اخر حاجه كانت عندي الشعر كان موجود 3 مرات. يبقى هنا قلت ان عملت جدول الشعر 3 والغناء 4 والقراءة 5 والرسم 6 والرياضة 7، لازم في الاخر المجموع يدي عدد المجتمع اللي كان موجود معايا اللي هو 25 طالب. يبقى دي كانت الفئات اللي عندي، واستعرضنا النهاردة بعض الموضوعات المهمة في علم الإحصاء، وخدنا تعريف علم الإحصاء وطرق جمع البيانات، واستعرضنا
بعض الحاجات البسيطه كمقدمه كده في علم الاحصاء، واتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، ودايما بنقربكم من النجاح بخطوات على شاشتكم، الشاشه العظيمه اللي وقفت معانا كلنا في ظروفنا وظروف كورونا. وان شاء الله دايما مصر بخير وتعدي الظروف دي على خير. القاكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. كان معكم فتحي عبد الكريم من وزاره التربيه والتعليم.